أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة باردة بشكل لافت 13 درجة مئوية، كحرارة دنيا الملموسة 12، الرطوبة مرتفعة 78%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. نذهب الآن لتوقعات الجوية اليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، سكاكا 19 إلى 6، العرض 18 إلى 6، وتبوك 21 إلى 6. نذهب الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 27 إلى 15، جدة 33 إلى 18، مكة المكرمة 33 إلى 19، والطائف 25 إلى 11. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بالباحة أو أبها 23 إلى 9، الباحة 20 إلى 11، وجازان 29 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الشرقية حفر الباطن 20 إلى 12، الدمام 25 إلى 14، الإحساء 25 إلى 12. أخيرا المنطقة الوسطى نبدأ بعاصمة الرياض 23 إلى 10، البريدة 21 إلى 9، وحائل 18 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.